الخير أعزائي المشاهدين في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج فضفضة. النهاردة موضوع حلقتنا مهم، كبار وصغيرين، كلنا محتاجين نعرف إيه هي عيوب الأنيميا. معانا النهاردة الدكتور إسلام، أخصائي أمراض الدم والغدد الليمفاوية وزرع النخاع. أهلا بحضرتك يا دكتور. ومعانا ضيفتي الأستاذة ياسمين الجندي. أهلا بيكي ياسمين. أهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. مبدئيا يا دكتور انا عايز اعرف ازاي اعرف ان انا يكون عندي انيميا. تمام، الاول عشان اقول انا عندي انيميا لا، لازم ابقى عارف نسبه الهيموجلوبين الطبيعيه في جسم الانسان. بتتراوح نسبه الهيموجلوبين الطبيعيه في جسم الانسان بالنسبه للذكور من 13.5 ل 17.5 جرام لكل ديسيلتر دم، وبالنسبه للسيدات من 12 ل 15.5 جرام لكل ديسيلتر دم. اقل من الارقام ديت بالنسبه للذكور والاناث اقدر اقول ان المريض بتاعي عنده انيميا. وبقول الانيميا سريعا كده انواع: عندي انيميا بسيطه من 9 جرام ل 12 جرام، وانيميا متوسطه من 7 ل 9 جرام، وانيميا شديده تحت 7 جرام. طب ايه الاسباب يا دكتور اللي بتؤدي لانيميا نقص الدم؟ الاسباب بتاعت انيميا نقص الحديد، اول حاجه يا اما انا بكون ما باخدش كميات كافيه من الاغذيه الغنيه بالحديد، يا اما في بعض فترات الجسم بيكون محتاج كتيره جدا من عنصر الحديد زي فترات الحمل والرضاعه، يا اما انا باخد كميات كويسه جدا لكن ما بيحصلش امتصاص، وده نتيجه لمشاكل في الجهاز الهضمي زي مشاكل قرحه المعده وقرحه الاثنى عشر وتكهفات القولون. وبالنسبه للسيدات ودي اشهر حاجه، نزول دم الحائض بصوره كبيره جدا اثناء الدوره الشهريه مما يؤدي الى فقد عنصر الحديد بصوره كبيره. طب وايه الاعراض اللي ممكن احس بيها ان انا عندي انيميا ولا لا؟ لو اتكلمنا في اعراض الانيميا ممكن نقسمها بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار. بالنسبه للاطفال الاعراض اللي بتبان عليهم بيكون تاخر دراسي، نوم لفترات طويله، قله الوعي وقله الادراك. بالنسبه للكبار هنقول تقصف الشعر، صداع شديد جدا، زغلله بالعينين، شحوب الوجه، تقصف الاظافر، بروده الاطراف، زياده معدل ضربات القلب وزياده معدل التنفس. دي كلها يعني يمكن اشهرها تساقط الشعر، هي دي اكتر انواع الانيميا ممكن ان احنا نتصادف بيها. طب هل في اكلات معينه لمريض الانيميا؟ طبعا في اكلات معينه لمريض الانيميا يفضل هو ياخدها اللي بتكون غنيه في الحديد. هنقسمها لمصادر حيوانيه ومصادر نباتيه. بالنسبه للمصادر الحيوانيه، اللحوم الحمراء غنيه جدا بعنصر الحديد والكبده الحمراء. بالنسبه للمصادر النباتيه ممكن نقول التفاح، العسل الاسمر، الباذنجان، السبانخ، الحاجات دي اشهر الحاجات اللي موجوده لعنصر الحديد. يعني انا اعالج الانيميا ونقص الحديد من خلال الاطعمه دي؟ يعني لو هنتكلم على علاج الانيميا عموما بتاعت انيميا نقص الحديد، احنا ممكن نقول الاول علاج انيميا نقص الحديد هو علاج السبب قبل ما انا اقول ان هو ياخد حديد. يعني ايه علاج السبب؟ يعني لو المريض عنده مشاكل في الجهاز الهضمي لازم يتوجه لدكتور الجهاز الهضمي، لان مهما خدت عنصر الحديد هيفقد عن طريق المشاكل اللي موجوده في الجهاز الهضمي. وبالنسبه للسيدات التوجه لدكتور النساء عشان يظبط موضوع نزول الدم الحائض بصوره كبيره جدا. لو ظبطت الموضوع دوت نبدا احنا نقول العلاج بتاعنا. العلاج بتاعنا لعلاج انيميا نقص الحديد، اول حاجه المصادر الاكل اللي احنا قلناها قبل كده، المصادر الحيوانيه والمصادر النباتيه. ثاني حاجه ابدا ادي عنصر الحديد. طيب عنصر الحديد عندي في السوق موجود عن طريق ثلاث انواع: كبسولات الحديد وحقن الحديد الوريد وحقن الوريد العضل وحقن الحديد العضل. انا بختار بناء على كل مريض وحاله المريض. المريض بتاعي اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي في الامتصاص بيفضل ان انا ياخد الحديد عن طريق الحقن الوريدي، اما لو ما فيش مشاكل في الامتصاص ممكن ياخده عن طريق الكبسولات او عن طريق حقن العضل. يعني بالنسبه للسيدات لازم الاول تتوجه لدكاتره النساء قبل ما تاخد اي علاج عشان خاطر تبقى فاهمه هي هتاخد ايه بالظبط. بالظبط، لان لو خدت علاج حديد وهي عندها لسه المشكله ونزول دم الحائض بصوره كبيره جدا، العنصر الحديد اللي انا باخده بيفقد تاني وكاني ما بعملش حاجه والهيموجلوبين عمره ما بيرفع، ودي المشكله اللي بتقابل معظم السيدات وبيقعد يلف كتير على الدكاتره وفي الاخر الهيموجلوبين برده ما بيرفعش. اوكي. مش بس هنرجع بس يعني تاني. مش بس دكاتره، يعني مش بس اروح لدكتور انيميا، لا لازم ابقى مع دكتور الانيميا ودكتوره نسا عشان ابقى عارفه ايه اللي عندي بالظبط وايه المشكله وايه اللي انا همشي عليه. بالظبط، علاج انيميا نقص الحديد هو علاج السبب. السبب لو نتيجه أوكي. مشاكل الجهاز الهضمي لازم نتوجه لدكتور الجهاز الهضمي ونحل المشكله اللي موجوده، ولو عن طريق الدوره الشهريه بنتوجه لدكتوره النسا عشان تحل المشكله الموجوده. بعد كده نبدا احنا نعالج الانيميا، دكتور اخصائي امراض الدم يبدا يعالج الانيميا زي ما قلنا عن طريق الاكلات وعن طريق اخذ الحديد. ومش الحديد بس، بناخد كمان مع الحديد عوامل مساعده، عوامل مساعده زي فيتامين ب 12 وزي حمض الفوليك. الحاجات ديت بتشتغل على مصنع الدم، بتحسن من انتاج كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدمويه.
وبننصح المريض كمان باخذ الاغذيه الغنيه بفيتامين سي والمشروبات زي البرتقال والجوافه، لان دول بيساعدوا على امتصاص الحديد. طب هل نقص الهيجلومين ليه علاقه بحجم الجسم؟ بمعنى انا ممكن يكون جسم مليان وعندي انيميا؟ لا، الحقيقه ما لوش علاقه خالص بين وزن الجسم سواء حجمه زياده او قليل بالهيموجلوبين، لكن الهيموجلوبين قلته تاثر على الاعراض، زي مجهودي يبقى قليل مهما كان وزن جسمي، انا وزن جسمي صغير او وزن جسمي كبير تقلل على الاعراض في الشغل، في التركيز بتاعي، في الادراك اثناء المذاكره. طيب وبما احنا اننا يعني في وقت كورونا وكده، فهل ممكن اعرف ان المريض يعرف يعني من صوره الدم اذا كان هو عنده كورونا ولا لا؟ هو الفتره ديت بيقول ان اي مريض يروح يتوجه يعمل صوره دم. يعني الحقيقه مش هتاثر قوي صوره الدم في الكورونا. احنا لقينا ان بعض الناس اللي مصابين بالكورونا الفتره ديت بيبقى عندهم نقص في الخلايا الليمفاويه، ولكن ده مش شرط انه يكون موجود في كل مريض. الدليل ان انا عندي مرضى كتيره جدا بتجينا صوره الدم تبقى طبيعيه جدا، ما فيهاش اي مشكله على الاطلاق، وبعد لما بنعمل اشعه مقطعيه او بيعمل مسحه بيتم اثبات اصابته بفيروس كورونا. يعني مش صوره الدم هي اللي بتثبت اذا كان عنده ولا لا، يعني بخلال 100%؟ لا، 50%. لا، صوره الدم ممكن تساعدنا على لو لقيت فيها نقص في الخلايا الليمفاويه بتخليني اشك اكتر وافكر اكتر ان انا ابعت المريض يعمل مسحه او يعمل اشعه مقطعيه. لكن لو لقيت صوره الدم طبيعيه ده ما ينفيش ابدا وجود فيروس كورونا. وممكن بالاضافه لصوره الدم بنطلب بعض التحاليل زي السي ار بي والاي اس ار، هي الغرض منهم ليس تشخيصي لفيروس كورونا، ولكن عشان بس يعني نتوجه ان احنا نعمل مسحه او اشعه مقطعيه. اوكي، طب ازاي اقدر اعالج الانيميا نقص الحديد؟ تمام، هنقول سريعا كده تاني برضو العلاج بتاع الانيميا نقص الحديد عشان ننصح الناس. اول حاجه علاج السبب، تاني حاجه هناخد الاغذيه الغنيه بالحديد زي الكبده واللحوم الحمراء، العناصر النباتيه زي التفاح والعسل الاسمر، الباذنجان، الرمان، مش بس الحديد، الحاجات اللي بتساعد على امتصاص الحديد هنقولها زي اللاكتوفيرين، ده مركب بيمسك الحديد بيوصله لمصنع الدم عشان يحسن من انتاج كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدمويه، فيتامين ب 12، حمض الفوليك. بقول للمريض الممنوعات اللي هو يعملها عشان ما تخليش تتعارض مع امتصاص الحديد زي شرب الشاي. الشاي فيه ماده اسمها التانيك اسيد، والتانيك اسيد ده بيقلل من امتصاص الحديد، وبالتالي المريض بيكون ياخد كبسولات الحديد او عن طريق الحقن الوريدي، وبعد فتره الاقي الحديد برده ما بيرفعش. السبب في ده بيكون بياخد الشاي بيمسك فيه عنصر الحديد اللي انا باخده، وبالتالي الهيموجلوبين بتاعي عمره ما بيرفع ابدا. ده الشاي بس ولا الشاي والقهوه وكل الحاجات؟ اكتر حاجه فيها التانيك اسيد هو الشاي، لكن موجود في القهوه والنسكافيه بصوره قليله جدا. يعني بقول للمريض قلل من دوت، من النسكافيه او من الشاي، من النسكافيه او القهوه، لكن الشاي ما فيش كلام فيه، الشاي ممنوع تماما في مريض انيميا نقص الحديد. هو الشعب المصري كله ما بيستغناش عن الشاي، ده حاجه طبيعي في اليوم كله من اوله لاخره كل شويه شاي. لا للاسف مريض انيميا نقص الحديد ما ينفعش ابدا ان هو ياخد يشرب الشاي. انا بس في حاجه عايز اوجهها، بس اهم حاجه ان مش كل انيميا نقص حديد، في انواع كتيره للانيميا موجوده. عندي الانيميا البحر المتوسط، وعندي ودي نوع من انواع الانيميا الوراثيه، واللي سميت بالبحر المتوسط لانها بتبقى موجوده في دول مشهوره في الدول بتاعه اللي بتقع على حوض البحر المتوسط، وعندي الانيميا المنجليه، وعندي انيميا الفول، وعندي الانيميا التكسيريه. ومش كل انيميا علاجها نقص الحديد، لان انيميا البحر المتوسط المريض بتاعها لو خد حديد بيؤدي الى مشاكل كبيره جدا. الحديد بيترسب في القلب وفي الكبد وفي البنكرياس، وبيصيبه بفشل في عضله القلب، وفي السكر، يجي له السكر. مريض الانيميا المنجليه مش علاجه الحديد خالص، علاجه بعض الادويه الثانيه والمسكنات، لانها بيبقى شكل كرات الدم الشكل الهلالي فبتسد الشعيرات الدمويه وبتؤدي الى حدوث جلطات. وعندي الانيميا التكسيريه ديت نتيجه اخذ بعض الادويه أو عن طريق بعض الاكلات المعينه بتؤدي لتكسير الهيموجلوبين، وده بيكون علاجها الكورتيزون وليس علاجها الحديد. طب ممكن الكورتزون. اعرف ايه الاكلات الممنوعه؟ مفيش اكلات ممنوعه قوي عشان بتقلل امتصاص نقص الحديد، لكن المشروبات زي ما قلنا الشاي التانيك اسيد، لكن الاكلات ممكن نقول شويه المانجا والشوكولاته فيهم الاوكزاليت، والاوكزاليت دوت بيقلل شويه من امتصاص الحديد، لكن ما اقدرش اقول ان هي ممنوعات لانيميا نقص الحديد. مفيش اكل يعني ممنوع نهائي؟ لا، مفيش اكل ممنوع نهائي بالنسبه لانيميا نقص الحديد. يعني الشوكولاته فيها اضرار برضو بالنسبه للانيميا؟ بالانيميا نقص الحديد بتقلل شويه من امتصاص الحديد.
طيب وازاي يا دكتور اعرف الاعراض اللي انت قلت لي عليها ان مثلا عندي انيميا تكسريه او الانيميا الثانيه او الثالثه؟ تمام، هي اعراض الانيميا كلها واحده، يعني ان هيلاقي برضو المجهود بتاعي قل جدا، تساقط الشعر ده صفه مهمه جدا في او عرض مهم جدا في الانيميا، سرعه ضربات القلب، انا مجهودي ما بقاش زي ما انا بطلع، ممكن اطلع دور واحد الاقي نفسي مش قادر، ضربات قلب سريعه جدا، مجهود مع ان ممكن يكون سنه صغير جدا، ما لهاش علاقه خالص. بالظبط، ممكن اكون شاب صغير في العشرين وفي الثلاثين وبطلع دور، بطلع سلم دور واحد الاقي نفسي مش قادر اكمل، زغلله، مش قادر اركز في دراستي او في شغلي. فهي دي اعراض الانيميا. بتتوجه لدكتور امراض الدم وبنعمل صوره الدم، بناء على صوره الدم بلاقي الهيموجلوبين اقل من الارقام اللي احنا قلناها، يبقى اذا انا عندي انيميا. من شكل كرات الدم الحمراء اللي موجوده في صوره الدم اقدر اقول اذا كانت ديت بصوره مبدئيه انيميا نقص حديد ولا انيميا نتيجه الاسباب الاخرى. لو انيميا نقص حديد بطلب مخزون الحديد ومخزون الفيريتين بلاقيه قليل، يبقى اذا انا شخصت المريض انيميا نقص الحديد. طيب لو طلبت مخزون الحديد والفيريتين ولقيته مش قليل، لقيته طبيعي، يبقى اذا لازم افكر في اسباب الانيميا الثانيه. ببدا اطلب مستوى الصفرة، لو لقيت مستوى الصفرة المباشر قليل والغير مباشر هو اللي عالي، يبقى اذا دي نوع من انواع الانيميا التكسيريه. لو لقيت الحديد والفيريتين كويسين وشكل كرات الدم الحمراء صغير، يبقى اذا تقريبا انا بتكلم في انيميا البحر المتوسط. ببدا اطلب للمريض فصل الهيموجلوبين بالتيار الكهربائي. لو لقيت شكل كرات الدم الحمراء كبير بصوره كبيره، فده غالبا نقص فيتامين بي 12 ونقص حمض الفولي. طيب ولو انا ام مثلا وعايزه اعرف طفلي عنده انيميا ولا لا، فاعرف من خلال ايه؟ تمام، اولا هيبان على الطفل زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هتلاقي الطفل لو هو بيروح المدرسه هتلاقيه مش مستوعب المذاكره بتاعته، مش مستوعب الدروس، عايز ينام على طول، الادراك بتاعه قليل، فبيبدا يتوجه بالام للدكتور امراض الدم وبيطلب صوره دم كامله، وبناء على صوره الدم الكامله بلاقي وجود انيميا، وحسب الانيميا بنطلب مخزون حديد والفيريتين، في الغالب بيبقى قليل. فببدا اتشخص المريض انيميا نقص الحديد. وكانت منظمه الصحه العالميه دبليو اتش او في 2014 قالت ان 27% من اطفالنا عندهم انيميا نقص الحديد، وان 2 مليار شخص على مستوى العالم مصابين بانيميا نقص الحديد. 2 مليار شخص على مستوى العالم؟ هي عشان كده الانيميا نقص الحديد هي اكثر انواع الانيميا انتشارا، عشان كده دايما عندي او الناس عندها كونسبت او اعتقاد ان اي مريض هو علاجه او اي مريض انيميا هو علاجه الحديد. بالعكس، مش اي مريض انيميا علاجه الحديد، لكن هي مشهوره كده لان هي اكثر انواع الانيميا انتشارا. وطبعا هو مرض الانيميا حاجه صعبه جدا، يعني من اخطر انواع الامراض. طبعا هو خطورته ان لو الانيميا نزلت عن عد عن حاجه معينه، عن رقم معين، رقم 6 او 7، ده ممكن يؤدي الى فشل في عضله القلب. هي دي خطورة الأنيميا تكمن من هنا. لكن لو أنيميا بسيطة شوية، يعني من 9 جرام ل 12.5 جرام، بنبدأ إن احنا نظبطها عن طريق النصايح الطبية بالأكلات الغنية بالحديد والكبسولات الحديد، أو عن طريق الحقن الوريدي، بندي بعض التعليمات بالحاجات الممنوعة زي ما قلنا قبل كده، الشاي والشوكولاتة والنسكافيه والقهوة، الحاجات دي كلها ممكن تبقى نصايح. والمانجا اللي هي الأساسية، والمانجا كمان، الحاجات دي كلها لازم يبقى نصايح أهم من بداية العلاج. وطبعا لازم أهم حاجة نرجع نكررها تاني، لأن دي أهم حاجة في الحلقة النهاردة، إن علاج أنيميا نقص الحديد قبل العلاج الحديد هو علاج السبب. علاج السبب، لازم أعالج المشكلة اللي أدت إلى نقص الحديد قبل ما أنا أدي الحديد، لأن دي المشكلة اللي بتقابل المريض اللي بيجي لنا على طول في العيادات، بيلف كتير وبياخد حديد كتير والهيموجلوبين ما بيرفعش، لان هو ما عالجش المشكله من الاساس. لكن لو عالجنا المشكله من الاساس ورحنا لدكتور الجهاز الهضمي وعالجنا قرحه المعده وعالجنا قرحه الاثنى عشر او تكهفات القولون، او السيدات عالجت مشكله الدوره الشهريه نزولها بصوره كبيره جدا، ساعتها بس اقدر ادي حديد، وساعتها بس اقدر ارفع الهيموجلوبين. غير كده انا بدي حديد وبيفقد مني تاني. يعني انت حضرتك قلت في وسط الكلام القولون، هو القولون ليه علاقه بالانيميا؟ تمام، تكهفات القولون زي مرض اسمه كرونز، ده بيخلي ما بيحصلش امتصاص للحديد اللي انا باخده في الاكل او عن طريق الكبسولات، فبالتالي يؤدي الى حدوث انيميا نقص الحديد. وزي بالظبط قرحه المعده والاثنى عشر، الفكره كلها ان الامتصاص بيحصل هنا بتاع الحديد، فلو انا عندي قرحه بيقلل من الامتصاص، لو عندي قرحه في الاثنى عشر بيقلل الامتصاص، وبالتالي الحديد ما بيوصلش لمصنع الدم، وبالتالي الهيموجلوبين ما بيزيدش، والمريض بيصاب بانيميا نقص الحديد.
يعني كل ده بسبب القولون، وممكن اساسا ما يكونوش عارفين وبيتعالجوا وبياخدوا علاج قولون وهما مش فاهمين ان عندهم كمان انيميا او كل ده بسبب كده. بالظبط بالظبط، عشان كده بنقول هو ما بيوصل بيجي لدكتور امراض الدم ويلاقي ان عنده انيميا، لازم قبل ما اديله حديد لازم اعرف السبب ايه، وبناء عليه اوجه المريض يعالج المشكله الاساسيه اللي هي بتؤدي لنقص الحديد، سواء الجهاز الهضمي او سواء النزول الدم الحائض عند المراه. وانا بقول دول لان دول اكتر اسباب بنشوف المريض بيجي لنا بيهم في العياده. يعني أوكي. في اسباب تانية كتير، يعني قله الامتصاص ليها اسباب تانية كتير، الاطفال فيها حساسيه الالبان وحساسيه الطعام. أوكي. ومرض السيلياك ديزيز او ما يسمى بعوز القمح، الاصابه بالديدان المختلفه بالنسبه للاطفال، كل أيوة. دوت يعمل انيميا نقص الحديد. يعني انا اعرف انا عندي انيميا ولا لا، بس الاول اجي مثلا لدكتور الانيميا لحضرتك مثلا، وبعد كده حضرتك هتوجهني اروح لاي دكتور، سواء دكتور كولون، سواء دكتور امراض نساء، سواء لو معايا طفل دكتور اطفال كده، وبعد كده هروح له وهو يديني علاج ويرجعني لحضرتك تاني. ساعتها بقى حضرتك هتقرر بالظبط انا عندي ايه بالظبط. وهي اهم حاجه هو اخد التاريخ المرضي من المريض. المريض بيجي لي وانا بشخصه ان عندي انيميا، لازم اعرف السبب بتاعها ايه، عشان كده لازم اسال الام الطفل عنده نوع من انواع حساسيه الطعام او حساسيه الالبان، هل الطفل عنده ديدان ولا لا، هل عملنا تحليل براز نشوف الطفل عنده اصابه بديدان مختلفه ولا لا. كل الحاجات ديت لازم اعملها عشان خاطر اعرف السبب. لكن لو انا جالي المريض واديته حديد انا كده ما عملتش حاجه، الهيموجلوبين هيرفع شويه، ممكن يرفع جرام بس هيرجع ينزل تاني، او ممكن يبقى فيها اخطار مثلا. طبعا لا طبعا المريض انا مش عارف المريض عنده ايه، فلازم عشان كده اشخص المريض صح. اشخص المريض صح عشان اعرف اعالجه. لكن مجرد انا عندي انيميا خد حديد، عندي انيميا خد حديد، لا هي تبقى انيميا نقص الحديد ولا الحديد بيرفع عشان ما عالجتش السبب، فهي دي المشكله بتاعت الانيميا. هيبقى كده ما تعالجش اصلا، ما تعالجش اصلا. هو ممكن يكون مثلا الاعراض خفت شويه بالزبط. لكن الاساسيات لسه موجوده زي ما هي. عندك حق، وده اللي بيحصل فعلا. المريض ممكن يتحسن شويه، يعني ممكن بعد 3 اسابيع او شهر عد صوره الدم كان جايب هيموجلوبين 7 على الهيموجلوبين بقى 8 8.5، لكن بعد شهر تاني وخلاص على كده هيرجع الهيموجلوبين ينزل ل 7 و6، وينزل اقل من كده كمان، لان انا ما عالجتش يرجع زي الاول ممكن اوحش. بالظبط، انا ما عالجتش المشكله، انا بس اديت شويه حديد فرفعت الهيموجلوبين، لكن انا ما عالجتش المشكله من الاساس. هي الفكره كلها هي علاج السبب. ما هو هنا بقى بيرجع برضو للدكتور اللي انا بروح له، اذا كان هو مثلا عاوز يعني يشخص الحاله صح او يفيدني صح، ولا عايزني مثلا كل شويه اروح وارجع، او هو مثلا ما يكونش عنده التشخيص صح. تمام، هو عشان كده احنا بننصح ان مريض الانيميا بيتوجه لدكتور اخصائي امراض الدم، اخصائي امراض الدم، لان امراض الدم بيكون يعني عنده خبره شويه في الموضوع بتاع صوره الدم وموضوع الانيميا وازاي اعالجها، بيحدد لك كذا حاجه وحدد السبب وعالجه، مش بس بدي كبسولات حديد على طول زي ما بعض الناس بتعمل. طب وايه ممكن النصايح اللي تقدمها للناس عامه، منها الاطفال السيدات، بخصوص الانيميا؟ ايه الحاجات اللي ممكن ناخدها دلوقتي مثلا، اغذيه، فيتامينات، وحاجات نديها كمان للاطفال؟ ويعني النصيحه ان انا لو بدات احس باي حاجه من الاعراض اللي احنا قلناها قبل كده ديت، ان انا ابدا اتوجه اعمل صوره دم. لو ثبت ان انا عندي انيميا اكتر من الاغذيه الغنيه بالحديد، يكون عندي نظام صحي كويس ومتكامل، اكتر من اللحمه الحمراء، البروتين الحيواني ده مهم جدا عشان يرفع نسبه الهيموجلوبين، اكتر من اخذ الفيتامين سي زي الجوافه وزي البرتقال، الحاجات ديت بتساعد على امتصاص الحديد. الام اخليها تهتم بنظافه الاطفال وغسل الايدين عشان خاطر موضوع الديدان، اعمل فحص دوري بتحليل براز عشان اتاكد اذا كان في اصابه بالديدان ولا لا، واعمل لبقيه الاخوات لو طفل مصاب لازم اعمل لبقيه الاخوات، ولو وابدا اعالج الديدان بدواء الديدان للطفل المصاب والاخواته كمان، والاب والام ممكن ياخدوا كمان معاهم عشان خاطر امنع نقل البويضات بتاعه الديدان في البيت. وطبعا الديدان ده بالنسبه للاطفال موضوع صعب جدا وخطر عليهم، يعني غلط جدا، لان هو الديدان اللي موجوده ديت بتبقى موجوده في الجهاز الهضمي وبتسرق الحديد اللي انا باخده، بتضيع المجهود اللي انا بعمله، الام بتعمله والاب بيعمله، بهتم بغذاء الطفل لكن هو عنده برضه ديدان، فعماله تاخد في الحديد اللي انا باخده، عمال اعالج الطفل واديله حديد وبرضه ومش مقصر الديدان برضو عماله تاخد الحديد اللي انا باخده، فطبعا ده موضوع مهم جدا يعني بالنسبه للاطفال. كل الحاجات اللي انا بديها للطفل عشان هو يستفاد فيها، بالتالي بتروح على ما فيش، ان انا مش بالزبط. عارفه اساسا ان هو عنده انيميا ولا لا بالزبط. فمن هنا اروح اعمل صوره دم الاول بالزبط. وبعد كده اروح لدكتور الانيميا هو يحدد لي هو عنده ايه بالظبط، لو لقيت ابني ما مش بيبان عليه مثلا الحاجات اللي انا بديها له،
فمن هنا اروح لحضرتك مثلا وانت تحدد لي بقى هو عنده ايه بالظبط. تمام تمام. بالنسبه للكبار انا بدات احس ان انا عندي مجهودي قل، مجهودي بقى مش قد كده، وعندي مشكله في المعده، انا مش قادر اكل كويس، لازم اتوجه على طول اعمل صوره دم كامله، الاقي عندي انيميا. ولو لقيت عندي انيميا، الانيميا هي اللي هتفتح عليا السبب بقيه الحاجه، ان انا اعرف بقيه الاسباب. هلاقي عندي بقى مشكله في الجهاز الهضمي، اكتشف ان انا عندي قرحه الاثنى عشر، قرحه المعده، مجرد ما عالجنا دوت واخدنا الحديد انا رجعت لطبيعتي تاني وتحسنت تمام. يعني رجعت مثلا زي الاول، ما بقاش فيه اي مخاوف خلاص. يعني الانيميا عندي بقت كويسه لو انا اتبعت الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها. اه بالظبط بالظبط. اه النسبه بقى عايزين نقول، لو نتكلم عن انيميا البحر المتوسط شويه يعني ممكن نقولها فيها، هي دي نوع من انواع الانيميا الوراثيه. الطفل بيتولد مصاب، بيكون حامل للمرض من الاب والام، بيكون الاب عنده حامل للمرض انيميا البحر المتوسط والام حامله لانيميا البحر المتوسط، فبيولد طفل مصاب بانيميا البحر المتوسط. الطفل من ساعه لما بيتولد بيكون الهيموجلوبين بتاعه 6 و5 وبيحتاج لنقل دم بصوره مستمره. النخاع بينتج كرات دم حمراء لكن مش بكفاءه عاليه، فالكرات الدم بتتكسر، فبالتالي يبدا الكبد والطحال يشتغلوا ان هم ينتجوا كرات دم حمراء، وده اللي بيؤدي الى زياده الكبد والطحال وحجم الكبد والطحال. بالنسبه للاطفال انيميا البحر المتوسط المريض بيحتاج ينقل دم من كل اسبوعين لثلاثه، ومن هنا بتيجي خطوره انيميا نقص الحديد، ان الفرتين اللي هو مخزون الحديد بيترسب في اعضاء الجسم المختلفه، مما يؤدي الى فشل في عضله القلب والسكر وفشل في الكبد. وده الحل الوحيد والشافي لمريض انيميا البحر المتوسط هو زرع النخاع العظمي. بنقول كده للساده المشاهدين ان لازم الام يبقى عندها وعي ان في حاجه اسمها زرع النخاع، وزرع النخاع دوت المرض الشافي، العلاج الشافي لحالات انيميا البحر المتوسط بصوره كبيره. لكن انا برضه احب اطمن الناس ان مش كل انيميا بحر المتوسط بتكون حاجه خطيره. انا عندي 3 انواع، انيميا البحر المتوسط بصوره كبيره جدا، وصوره متوسطه، وصوره صغيره. الصوره الصغيره ممكن تكون عند بعض الناس وبيعيش حياته بيها عادي جدا وبيحصلوش اي مشكله خالص ولا تؤدي الى اي مشاكل، بكتشفها بس بالصدفه كده لما دكتور امراض دم وهو بيشخص الانيميا. لكن مش كل انيميا بحر متوسط تحتاج لزرع نخاع، لكن لو كانت جايه بصوره كبيره جدا. اوكي. يعني طبعا هو محدش هيقول المعلومات دي غير قليل، فطبعا حضرتك فتنا كتير في الحلقه بالكلام، لان محدش هيعرف الموضوع الوراثي من مش وراثي غير بحاجات معينه. فايه هي ممكن الحاجات دي؟ يعني انا اعرف ازاي موضوع ان ابني مثلا عنده حاجه وراثيه؟ لان كده المفروض حاجتين يتعالجوا، الام او الاب والطفل. تمام. هو انا يعني بعرف شخصين مش شخص واحد. هي الفكره انا بعرف منين ان عندي انيميا وراثيه، فهي دي غالبا بتظهر في السن الصغير. يعني انا بلاقي الطفل من ساعه لما اتولد هو عنده شهور بيبدا الاقي اصفار، وبعمل له اعمل صوره دم الاقي الهيموجلوبين 6 و5، بلاقي بشخصه ان هو انيميا وراثيه. الانيميا الوراثيه يا اما تكون انيميا البحر المتوسط، ودي لها التحليل بتاعها بتاع انيميا البحر المتوسط الفصل الهيموجلوبين بطريق كهربائي، لو عملته ولقيت الطفل مصاب اذا انا شخصت انيميا البحر المتوسط، او عن طريق الانيميا المنجليه. الانيميا المنجليه شكل كرات الدم زي ما قلنا بياخد الشكل الهلالي، فبيمشي في الاوعيه الدمويه بيسدها، ما بيبقاش ماشي بالصوره الطبيعيه، فبيبدا يحصل جلطات. ايوه. فدي الحاجات الوراثيه بتبان من السن الصغير. انما انواع الانيميا الثانيه ممكن في السن الكبير بتاعنا زي الانيميا التكسريه وانيميا نقص الحديد. بصراحة هي حلقتنا معاك مش عايزة تخلص يا دكتور، لأن استفدنا منها كتير جدا، وأكيد طبعا المشاهدين استفادوا منها كتير جدا بالنسبة لنفسهم وبالنسبة للأطفال. أنا وصديقتي مروة بنشكر حضرتك جدا إن أنت كنت ضيفنا النهاردة دكتور إسلام الزعيم، شرفتنا ونورتنا. وبنشكركم أعزائي المشاهدين على المشاهدة معانا، ونطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. يا صباح الخير، يا صباح الجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فضفضة. موضوع حلقتنا النهاردة عن التواصل الاجتماعي ما بين قوسين السوشيال ميديا. هنتكلم عن أضراره وعن سلبياته وعن تأثيراته على آخر كام سنة عدى علينا. هنرحب بزمايلنا الأول ونرجع نكمل كلام. تسنيم حنين، ازيك؟ الحمد لله تمام. انت عاملة ايه؟ تسنيم الحمد لله يا حبيبتي. ازيك يا محمد؟ عاملة ايه؟ هنشوف محمد النهاردة هيتكلمنا عن ايه. النهاردة برج الحمل، أول برج في المجموعة النارية وأول برج عموماً، رقم 1. برج الحمل هنتكلم عن صفاته وعيوبه.
تمام. برج الحمل هتلاقيه حد واثق جدا في نفسه، شجاع جدا، صاحب صاحبه قوي، مبدع، حد مبدع قوي. يعني اللي هو مثلا ايه، لو انت اعتمدت عليه في حاجه، في شغل، في كده، بيديكي بس بابداع، مش زي الناس العاديين. برج الحمل مغامر وجريء جدا، يعني هو بيحب المغامره قوي، بيحب يجرب، ما عندوش حته اللي هو هيفشل دي، افشل بس اجرب، مش مهم. كمان هو استقلالي، بيحب الاستقلال قوي. اناني شويه، شويتين ثلاثه مثلا. بيحب يلفت الانتباه، بيحب يلفت الانتباه ليه، اللي هو بكلامه، بافعاله، بتصرفاته. بيحب دايما يكون ليه حضور في كل حاجه. سريع الغضب، ده على اساس ان هو ناري كمان. تمام. عصبي جدا على فكره. بس لما بيحب، هو بيحب بجد، بيغير قوي. الناري عموما كده، هو الناري كل حاجه غيره. نار، بس زي ما بيقولوا يبات نار يصبح رماد تقريبا، صح؟ ده باختصار كده برج الحمل. طب ما تقول لنا يا محمد، ايه اكتر الابراج توافقا مع بعض مثلا؟ هقول لك كده، مثلا انا جوزاء، ايه اكتر حاجه برج يتوافق معايا؟ الجوزاء ممكن الميزان. ميزان؟ يتوافق جدا. عموما ما توافقناش خالص. الميزان بيتوافق، الجوزاء بيتوافق مع الميزان والدلو. الاثنين معاه في المجموعه الهوائيه. ما جربتش الدلو خالص، ما اعرفش. وممكن نقول كمان الثور، لان الثور بيتوافق مع كتير من الابراج، او بيعرف يأقلم نفسه مع الناس بسرعه. مع الناس بسرعه وكده. لا، والجوزاء كمان، الجوزاء اجتماعي جدا. طيب انا برج الجدي، ايه بقى اللي يتوافق معايا؟ الجدي اللي يتوافق معاك العذراء. العذراء. الاسد. والله ما حصل. والله ما حصل. وانتي؟ طب وانا برج الاسد، يعني ايه التوافق معايا؟ ايه؟ القوس. لا خالص. هقول لك، بصي، هو عموما هي بتختلف برضو من شخص لشخص، من صح؟ ممكن، اكيد طبعا، يعني مش بتبقى كلها نفس الصفات. هقول لك، العلماء لما درسوا الابراج، كل برج ليه ثلاث اوجه، مش كل، يعني مش انا حمل وهي حمل مثلا، فانتوا نفس الصفات والشخصيه وكده، بتبقى مختلفه. لا ده كمان قالوا ان هم 12 وجه، مش ثلاثه بس. بس اللي مكتوب في الكتب ثلاثه. في حاجات كده تلاقيها يعني بوينت كده ما بين كل الابراج، يعني سي الحمل هتلاقيها ما بين كل الحمل، في حاجه كده موجوده فيهم كلهم، وحاجه مختلفه برضو فيها، وحاجات مختلفه وحاجات متوافقه جدا. على فكره الاوجه دي كمان بتوصف لك البشره، الطول، جسم مليان ولا لا. والله ده موضوع كبير بقى، كبير قوي. عالم الابراج ده حاجه كبيره جدا. كان منزل كاتب الحاجات ديت ابو معشر، لو حد يسمع عنه يعني. ابو معشر الفلكي، دوروا عليه، هو كاتب كتير قوي في الابراج، وهو عالم فلكي اساسا قديم يعني. طيب قلنا الاسد، الحمل، والقوس. حابب تكلمنا عن ايه تاني؟ طيب حاجه تخص الابراج، او حابين تسالوه حاجه؟ اسالي. الابراج بقى اللي هي الناري، يعني اللي بتبقى مثلا مش متوافقه مع بعض نهائي. عندك هو عامه الناري بيتوافق مع بعض اساسا؟ لا، هم انا بساله كده. في توافق ما بينهم. يعني اسد إيه واسد، يعني برج الاسد ناري عموما، اسد واسد. بص، بيتوافقوا مع بعض جدا. ليه؟ لان هما الاثنين طيبين، حنينين قوي، قلبهم ابيض. ايوه فعلا. ده لما يكون اسد مع اسد، اسد مع طور كمان. كان في كتاب قريته ان الاسد والطور دي علاقه احتار فيها العلماء. ايه؟ ليه؟ عشان في اتنين اسد وطور مثلا بيتوافقوا مع بعض وبيحبوا بعض جدا. واسد وطور تلاقيهم مش جايين مع بعض خالص خالص. طب خلينا نرجع لموضوعنا ونرجع تاني نكمل الابراج. نتكلم بقى عن عدم نقص التواصل البشري. مفيش تواصل بشري بينا، لان السوشيال ميديا خدت كل وقتنا.
يعني حتى تلاقي الاطفال او كل ده لعبه بابجي مثلا واخده كله يعني وقت الاطفال كله، وده غلط، واخده حيز كبير جدا في حياتنا. يعني انت دلوقتي ثلاث ارباع الناس او الناس كلها عموما بتصحى من النوم تشوف تقعد على الفيسبوك تشوف مثلا جالها مسج او كده، بقى السوشيال ميديا في حياتنا اساسا مفيش بقى تواصل خالص. يعني مثلا اعياد مفيش حاجه ان احنا نروح نزور بعض، هي مسج واتساب كل سنه وانتم طيبين يا جماعه وتمام، بس ما عادش فيه زي ايام زمان بالظبط كده، مفيش تواصل. حتى احنا لما بنقعد مع بعض بننسى، يعني قاعدين ناسيين احنا قاعدين مع بعض، قاعدين ماسكين الموبايل ومفيش اي تواصل بينا خالص غير على الشات صوره. يعني انا احب اطمن على حنين مثلا الاقيها منزله صوره فانا عرفت ان حنين كويسه تمام كده، هي منزله صوره النهارده. وحتى لما افراح وكده بقينا بنعملها مش بدعاوي ولا مثلا ان احنا نروح نقول لك مثلا بوست على الفيسبوك، لا هو بقت بوست على الفيسبوك والدعوه عامه للجميع يا جماعه اللي عايز دي مشكله بصراحه. وخليها مش بنروح بندخل تقول مثلا الف مبروك وهي ما تعرفكيش اساسا، برضو دي حاجات كتير قوي في السوشيال ميديا خلتنا بصراحه مفتقدين حاجات زمان جدا. يعني زمان لما كنا بنقعد قدام التلفزيون حاجات كتير، دلوقتي بقينا اساسا بنشوف بعض كل واحد ماسك الموبايل، محدش بيبقى جنب التاني ولا بنشوف حد غير، يعني بنكون مع بعض ومفيش اي كلام خالص زي ام دلوقتي غير زمان. وكمان دلوقتي التعليم بقى كمان، حتى التعليم ما بقاش عادي، بقى التعليم بقى اونلاين، بقى اونلاين كمان دلوقتي. حتى التعليم بقينا الدراسه بتاعتنا بقينا بناخدها من عن طريق الانترنت، الامتحانات بقت حتى الامتحانات بقت اونلاين طبعا بسبب كورونا. وليه طبعا فوائد كتير بس سلبياته اكتر بكتير بصراحه. طبعا سلبياته اكتر، هو تواصل وتباعد اجتماعي في نفس الوقت، هو تباعد اجتماعي فعلا مش تواصل اجتماعي، هو بيخلينا بنبعد عن بعض اكتر مش بنقرب حاجات كتير. غير طبعا ان احنا بقى في تفكك اسري بسببه، التفكك الاسري بسبب ان كل واحد بقى عايش في عالم الانترنت وهو بقى معيشك في عالم كده اخر منعزل عن باقي الناس، وانت بتبقي رافضه حتى تخرجي منه. هي قاعدين في البيت كلنا ماسكين الموبايلات ومحدش فينا بنشوف بعض اساسا، يعني حتى لما بنكون قاعدين مع بعض في اي خروجه تلاقي كلنا قاعدين ماسكين الموبايل، مفيش حد قاعد مع بعض، مفيش تجمع عائلي، مفيش الكلام ده. افتقدنا حاجات كتير، اجواء رمضان واللمه والقعده والتلفزيون وده بيسبب اكتئاب. بكار مثلا حاجه انا بحبها جدا وباجي اتفرج عليها بس لا كان ليها اجواء ثانيه وانت قاعد بتفطر وبتتفرج. بتهتم باليوتيوب والمواقع ديت عن التلفزيون والاخبار والكلام ده كله، والسوشيال ميديا على كل الحاجات دي بقت تجيب اكتئاب على فكره. خفينا التلفزيون، التلفزيون اختفى خلاص من حياتنا تقريبا، حاجه قديمه بقى، حاجه قديمه. والجرايد اختفت برضو، بقت كله بيتابع الاخبار على الانترنت. موضوع تاني كمان يا جماعه، موضوع الترند. الترند ده بقى كله عايز ياخد الترند، هعمل اي حاجه حتى لو مصيبه وهتوديني في داهيه وهتسجنني بعديها. حصلت مع ناس كتير جدا طبعا اتسجنت يعني دلوقتي وبيدفعوا يعني مبالغ عشان يخرجوا وحاجات كتير زي مودة الادهم خدت الترند بحاجات كتير جدا، ورقص وتصوير دلوقتي كل الجيل اللي طالع عايز بقى يمشي في سكه الشهره وعايز ابقى اخد الترند ازاي. مش برده مش شرط ان انا اخد الترند ازاي، المحتوى التافه اكتر حاجه فعلا بتاخد ترند. واحنا اللي بنعلي الكلام ده، احنا اللي بنعلي نسبه المشاهده بتاعتنا بالشير، ان احنا اي نعم بننتقد وبنتنمر بس ده بيطلعهم ترند وهم بيبقوا عاوزين كده فعلا. هي الحاجه اللي حنين في الموضوع ده بصراحة أنا شايفة برضو إن الموضوع أفور قوي في حكاية الترند والكلام دوت، زي مثلا سلمى الشيمي، دودي، حنين حسام، أحمد حسن وزينب، الناس دي كلها مثلاً. هو أهم حاجة عندهم إن إحنا نبقى ترند، حتى لو يجي على حساب بيتي وأهل بيتي وتفاصيل حياتي للناس تبقى عارفاها. غير كده كمان إن السوشيال ميديا كمان يعني كانت سبب في اختراق حياتي الشخصية لناس كتير في الأواخر. إحنا سمعنا عن ناس كتير قوي ان الفيسبوك بتاعها هو والايميلات بتاعتها اخترقت بسبب السوشيال ميديا، بسبب ما بقاش فيه مراقبه عموما. هو ما بقاش فيه لا بس ما بحس الانترنت الفتره دي يعني مركزه جدا وما فيش رقابه كمان يا ندى، يعني ما عادش فيه رقابه زي الاول. الاول كان فيه رقابه كبيره جدا بس برضه مش هنرمي كل حاجه على مباحث الانترنت. فين اهلنا؟ تمام، فين الرقابه الاساسيه اساسا؟ هو حتى اهالينا احنا بقى شخصيا يعني بقوا ماسكين الموبايلات ومش مركزين معانا. لو يا ماما ركزي معايا انا بكلمك، أيوة ماسكه الموبايل. حد كلمني ان في بنت كلمتها على شركه ان هي تطلع تعمل لايف في اوضه مامها وحاجات كده. الموضوع بتاع حنين حسام، دي حاجه انا شفتها باين.
والنتيجه ايه؟ تحريض البنات على حاجه اصلا ما تنفعش خالص، وده سبب حبسها. يعني برضه الاهالي لازم تبقى في رقابه اكتر كده، حاجه سن المراهقه 13 سنه وانت طالعه دول، يعني تشوفي اطفال تيك توك صغير يوتيوب وحاجات، وعلى التيك توك بتلاقي اطفال وعاملين حاجات كتير جدا غلط. لا هما بيقلدوا، هما يعني بتلاقي بنت 13 سنه فيها بتقلد واحده لقيتها سي لابسه لبس مش يعني مش كويس خالص، اه بالظبط كده، بتعمل حاجات معينه، بترقص على التيك توك بس، فهم طالعين يعني خلاص هم خدوا فاهمه الاسلوب ده، فهم طالعين بيعملوا نفس الكلام. الحاجات دي اساسها من الاول كان الكبار، علشان الصغيرين يتعلموها كان اساسها الكبار اصلا. طبعا لازم يكون في رقابه في البيت على الاطفال بشكل كبير اكتر من كده، ما عادش في رقابه زي لان الأول. الاطفال طبعا يعني لازم من الاطفال سن المراهقه، لا لا والاطفال الصغيرين على فكره، الاطفال دول ممكن يدخلوا في توحد بسبب الانترنت. اه الانترنت دوت بسبب في التوحد فعلا، واكتئاب. انا في تيك توك شفت طفله 5 سنين تقريبا ماسك الموبايل فتح التيك توك بصور مامته وهي مش عارفه والفيديو نزل. يا نهار ابيض، فده دي كارثه. ازاي اصلا ده يمسك جهاز زي كده؟ فاهمه؟ عشان ما فيش رقابه. هو لازم يحددوا لهم وقت معين، يعني مثلا مش اكتر من نص ساعه على الانترنت. وانا عارفه هو بيدخل على ايه وبيعمل ايه، لازم يبقى في حوار متبادل بيني وبينه بعد ما يخلص الانترنت. يعني ما تلبسهمش، ما تبقيش قفيله والكلام ده كله، تمام؟ بس على الاقل يكون في رقابه. يعني انا عارفه انت بتعملي ايه، بتخشي على دي حاجه انت بتستفادي منها، الابلكيشن اللي انت بتخشي عليه. ما عادش في مثلا زي الاول امهات تسال انت بتعمل ايه، انت بتعملي ايه، طب انت مثلا التيك توك بتكلمي مين على فيسبوك، فاتحه فيديو مع مين. ما عادش في رقابه زي الاول خالص. هو لازم يكون في اصلا يعني رقابه اكتر من كده شويه على الاطفال بالذات، لان هم بيدخلوا في توحد وعلى فكره بسبب الانترنت. غير كده كمان يعني انت ممكن بعد ما يخلص الانترنت تقعدي تعملي معاه حوار بحيث ان انت تفصليه عن العالم اللي هو كان شايفه. غير كده كمان ان انت ممكن تعملي له يعني زي الرسم، الموسيقى، الرياضه، حاجات اللي احنا متعودين عليها المفروض. وده بيأثر على المخ، يعني ده كمان ليه تأثير كبير جدا على المخ. يعني ده بيسبب مثلا بيمنعك عن دراستك، بيمنعك عن كل حاجه، مذاكرتك، بيعطل عن كل حاجه. يعني مفيش حد دلوقتي عاد مثلا بيذاكر زي الاول، مفيش الكلام ده دلوقتي. هو اي حاجه تعمل ترند. طب شفتوا الاب اللي كان بيصور ابنه اللي هو اللي بيحب بنت اسمها بس انا ما بقولش. طب هو خد يعني ابنه خد ترند في حاجه غلط اصلا. يعني انت المفروض حب يحب بنت زي ده كده اشهار لبسنت اساسا، يعني اشهر لبسنت دلوقتي. لا وبجد جايبه وهو بيقول له بسنت بترن عليك او كده، انت المفروض مثلا ده طفل انت ما تشجعوش. وبسنت بتحب ياسين عشان بيجيب لها حلويات وانا مش معايا فلوس اجيب لها حاجه، انا هديك فلوس تجيب لها. او هو برده يعني ده غلط، يعني دي حاجه اهو صغنطوطه فاهمك ان ده كله غلط. لا واب هو اللي بيعمل كده، هي الفكره في كده. يعني الاب هو اللي بيطلع، هو عايز لا هو عايز ابنه ينجح بس. وبينجح بطريقه غلط اصلا. انت إيه؟ انت فاهم ان ده مثلا بيضحك الناس مثلا ولا حاجه، فيعني هو ده بيحب بنت و هو فاكر ان دي حاجه كوميدي، هو فاكر ان ده كوميدي خالص. يعني ملهاش علاقه بالكوميديا، دي حاجه غلط جدا. انت اصلا بتوعي الطفل على حاجه اساسا ما ينفعش تتعمل، كمان سنه صغير قوي على ان هو يحبها ويقول لها انا بحبك حتى لو خنتيني انا هفضل بحبك. طب هو جاب الكلام ده منين؟ اكيد اكيد طبعا متنقل الكلام دوت، اكيد هو مش من نفسه هيقول الكلام دوت، اكيد متنقل. يبقى احنا اللي بنوصلهم لده اكيد طبعا. ما هو احنا يعني لما يكون الطفل بيعيط فانت بتديله الموبايل عشان يسكت وانت مش عارفه هو بيعمل ايه اصلا. ايوه ده نروح نلعب لعبه مع ياسمين، مع تسنيم سوري. معانا لعبه عريس رقم، كل واحده بقى معانا. انت بقى يا ندى عايزه عريسك يكون برج ايه وشكله، يعني يكون شبه مين مثلا؟ برج ايه يعني ممكن سرطان. حلو قوي. شبه مين؟ او شبه مين؟ رشدي أباظة مثلا. رشدي أباظة قديم شويه. ايه قديم؟ طب خلاص اجيب حاجه جديده شويه. طب محدش من الناس الجديده شداني قوي صراحه. رشدي أباظة. رشدي أباظة حلو. وانت بقى يا حنين عايزه يكون البرج بتاع جوزك مثلا المستقبلي، وحابه يكون الشخصيه نفسها. سرطان برضو نفس النظام. هو رجاله السرطان حلو يا جماعه، احنا متفقين على كده. يعني بصراحه يكون شبه مين؟ يكون شبه مين؟ يكون شبه مين؟ اه هو في ممثل سوري انا بحبه قوي اسمه منذر ريحانه، مش عارفه بصراحه مش عارفه، يا ريت يبقى شبهه. انا بحب منذر ريحانه.
لا انت بقى. لا انا على الاسد، انا برجي الاسد، واحب قوي التوافق يكون برضو معايا الاسد جدا. طب انا اقول لكم السرطان. ماشي قول لنا السرطان. تمام. السرطان ده رومانسي جدا جدا، ده بقى ملك عصبي جدا جدا وممكن يبقى متوحد شويه على فكره. متوحد شويه. طب معانا الشيخ احمد صلاح حسني، ده برج ايه؟ ده برج السرطان. سرطان طبعا. طيب ماشي. مش باين عليه؟ لا باين عليه بصراحه. ده ملك الاحساس. عصبي جدا جدا جدا. جدا. وغيور جدا جدا جدا. عموما الابراج المائيه الغيره والرومانسيه. وعنده التملك بالذات. اه بيحب التملك جدا. اكتر حاجه يكرهها الخيانه. اكيد حد يخون ومحبش حد يكذب عليه، مع انه ممكن هو يخون. طب معانا على الشاشه حكيم. الاسد. اسد. طبعا كلنا بنحب حكيم يعني. طبعا. السرطان بيحب التملك زي ما حنين قالت، بس في الشخص مش في الماده. ايوه فعلا في الشخص، بيحب يعني بيحب لما يكون ليه شخص يكون حبه هو ليه. بس ما عندوش رده فعل. تمام. حبه كشخص يعني هو. انت خنتيه مثلا، ما عندوش رده فعل. وفي ختام حلقتنا النهارده، بما اننا داخلين على سنه جديده، سنه 2020، يا رب تكون سنه سعيده علينا. ويا رب تكون حققتوا كل اللي نفسكم فيه في 2020، والسنه الجديده علينا سنه 2021. وان شاء الله اشوفكم حلقه جديده من برنامجنا السبت الجاي. نورتوني.